أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة من نشرات أخبار الدار. للمرة العاشرة على تاريخ الأسبوع تنازع أبي مع أمي واختلفا وارتفعت أصواتهما وملأت أرجاء المنطقة التي نقطن بها، بعد أن كانت تصل إلى بيوت جيراننا فقط. وتبادل أبي وأمي الاتهامات حول المشكلة الخطيرة التي بينهما، وهي على من بتغطية الأبناء، يعني إحنا، في فراشهم عند النوم. فأبي يقول لأمي هذه شغلتك، وأمي تقول لأبي لا شغلتك. بعد أن كنا نرجف من البرد منتظرين حلا وتفاهما بين الولدين كريمين، استرقنا في النوم حالمين بدفء وحنان من أهلنا الأعزاء. ومن الملاحظ أن أكثر من 90% من خلافات ومشاكل الولدين كريمين تكون على أشياء ومشاكل صغيرة بل وتافهة، ولا يحلو لهم النزاع والصراخ لا أمامنا، يعني مش فارقة معهم. قد حاولنا الاتصال بالوالد العزيز، لكن الوالد العزيز اعتذر وعصب وصرخ بوجهنا قائلا: هذه حياتي وأنا حر فيها وما بدي حدا يتدخل، وبعدين معكم. أما الوالدة الغالية فقد أعربت عن خجلها مما يحدث واستعدت للحوار أملا في الحياة منها الحب والسكينة والخلق والدين والاحترام. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نأتي إلى ختام هذه النشرة من نشرات أخبار الدار، على أمل اللقاء بكم في نشرة أخرى، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.